بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أعزائي الطلاب، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة لغتي الجميلة للصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني الوحدة الرابعة. عنوان درسنا لهذا اليوم كما تشاهدون على السبورة المعطوف، ويهدف هذا الدرس إلى أن يتعرف الطالب الاسم المعطوف بالعلامات الأصلية والفرعية، كما يهدف أيضا إلى استعمال الاسم المعطوف بالعلامات الأصلية والفرعية. ولكن قبل أن أدخل في شرح الكتاب، أريد أن تنتبه معي إلى هذه المعلومات المهمة التي يجب أن نتعلمها أولاً. المعطوف، ما هو المعطوف؟ يقول: هو إشراك شيئين أو أكثر في حكم واحد بواسطة حرف العطف. هو إشراك شيئين أو أكثر في حكم واحد أو فعل واحد بواسطة حرف العطف. نعطي هذا المثال: دخل الطلاب ثم المعلم الفصل. دخل الطلاب ثم المعلم الفصل. عندما تشاهد وتلاحظ هذا المثال، تجد أن هنالك شيئين اشتركا في حكم واحد أو في فعل واحد. هل يمكن أن تستنتجها؟ أحسنتم. نعرف أو نجد بأن الطلاب والمعلم قاموا بنفس الفعل أو اشتركوا في نفس الفعل. فأصل الجملة: دخل الطلاب الفصل ودخل المعلم الفصل. ولكننا هنا وفي اللغة العربية آثرنا الاختصار، وهو جزء من فوائد المعطوف أن يختصر لك الجمل. فبدلا من تكرار جملتين، أستطيع أن أعطف جملة على أخرى باستخدام حرف العطف. فكما تشاهد في هذا المثال، اشترك الطلاب والمعلم في فعل واحد أو حكم واحد، وهو دخول الفصل، وذلك باستخدام حرف العطف. ثم إليك بعض المعلومات المهمة. عليك أن تعرف عزيزي الطالب أن العطف له ثلاثة أركان. العطف له ثلاثة أركان: المعطوف عليه، وحرف العطف، والمعطوف. المعطوف عليه، وحرف العطف، والمعطوف. المعطوف دائما يأتي قبل حرف العطف. حروف العطف التي سوف ندرسها في هذا الدرس ثلاثة، هي الواو والفاء وثم. الواو، الفاء، ثم، هذه الثلاثة نسميها حروف العطف. أما المعطوف فإنه يأتي بعد حرف العطف. نعود للمثال السابق لكي نطبق ما تعلمناه الآن. انظر للمثال: دخل الطلاب ثم المعلم الفصل. أين حرف العطف في المثال؟ حروف العطف التي ذكرناها قبل قليل ثلاثة: الواو والفاء وثم. أي منها موجود في هذه الجملة؟ أحسنتم، إن حرف العطف هنا ثم. حرف العطف ثم. ما جاء قبل حرف العطف يسمى معطوفا عليه، معطوفا عليه. وما جاء بعد
حرف العطف يسمى معطوف، ما جاء قبل حرف العطف يسمى معطوفا عليه، وما جاء بعد حرف العطف يسمى معطوف. المعطوف دائما يأتي بعد حرف العطف مباشرة، يعني لا يمكن أن يكون المعطوف كلمة الفصل وبينهما هذه الكلمة المعلم، لا يمكن. ولكن قد يكون المعطوف عليه سابقا لحرف العطف بكلمة أو كلمتين، ليس شرطا أن يكون هو الكلمة التي سبقت حرف العطف مباشرة. هذا ما تعلمناه الآن، وهو أن المعطوف عليه يأتي قبل حرف العطف ثم حرف العطف، ويأتي بعد حرف العطف مباشرة المعطوف. نأتي إلى معلومة أخرى وهي مهمة جدا، وهي أن المعطوف يتبع المعطوف عليه، المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحالة الإعرابية، المعطوف يتبع المعطوف عليه في الحالة الإعرابية. كيف ذلك؟ إذا جاء المعطوف عليه مرفوعا فإن المعطوف يأتي مرفوعا، وإذا جاء المعطوف عليه منصوبا فإن المعطوف أيضا يأتي منصوبا، وكذلك إذا جاء المعطوف عليه مجرورا فإنه يأتي المعطوف مجرورا. لاحظ في المثال السابق: دخل الطلاب ثم المعلم الفصل. دخل فعل ماضي مبني على الفتح، الطلاب فاعل مرفوع وعلامة رفعه هنا الضمة الظاهرة على آخره. انظر معي جيدا إلى كلمة المعلم، جاءت أيضا في محل رفع وهي هنا مرفوعة بالضمة. إذن المعطوف يشبه المعطوف عليه في الحالة الإعرابية، فهنا جاء المعطوف عليه مرفوعا أيضا المعطوف يأتي مرفوعا. دلالات ومعاني حروف العطف. دلالات ومعاني حروف العطف. حروف العطف لها دلالات ومعان مختلفة، ولكل منها استخدام يختلف عن الآخر. ففي الأمثلة التي سوف نقرأها عليكم الآن سيتضح لكم ما هو الفرق بين حروف العطف. عندما أقول وصل محمد ومهند إلى خط السباق أو إلى خط النهاية، وصل محمد ومهند إلى خط النهاية، هنا المعطوف عليه محمد حرف العطف الواو، ومهند هو المعطوف. ولكنني من خلال سماعي لهذه الجملة لا يمكن أن أجد ترتيبا، فقد يكون محمد وصل أولا وقد يكون مهند وصل أولا. أنا أقول وصل محمد ومهند إلى خط النهاية، لا أعلم أيهما وصل أولا. إذن هنا ليس هنالك ترتيب، إنما هذه الواو فقط تفيد المشاركة، فمحمد ومهند كليهما اشتركا في الوصول إلى خط النهاية. إذن حرف الواو هنا أفاد معنى المشاركة فقط دون أن يوجد ترتيب في الجملة. لاحظ في المثال الثاني: وصل محمد فمهند إلى خط النهاية، وصل محمد فمهند إلى خط النهاية. محمد هنا هو المعطوف عليه حرف العطف هو الفاء، ومهند
هو المعطوف. نقرأ الجملة مرة أخرى ونركز. وصل محمد فمهند إلى خط النهاية. لو سألت سؤال هنا، من وصل أولا؟ هل سنجد جوابا؟ نعم، إن محمد في الجملة وصل قبل مهند، إذن أنا هنا لدي ترتيب، فمحمد وصل أولا ثم مهند وصل ثانيا، إذن هنالك ترتيب، ولكنني مع هذا الترتيب أجد تعقيبا. ما هو معنى كلمة تعقيب؟ معنى كلمة تعقيب بأن محمد بأن مهند وصل بعد محمد مباشرة، فليس بينهما فاصل زمني طويل. وصل محمد إلى خط النهاية عقبه مباشرة مهند، فهذا معنى كلمة التعقيب. إذن حرف الفاء يفيد المشاركة مع الترتيب والتعقيب. أنا هنا أستطيع أن أعرف من هو الأول ومن هو الثاني، وليس بينهما فاصل زمني طويل. انظر إلى المثال الثالث. وصل محمد ثم مهند إلى خط النهاية. وصل محمد ثم مهند إلى خط النهاية. أقول محمد هنا هو المعطوف عليه، ثم حرف عطف، ومهند معطوف أيضا، ثم هنا تفيد ترتيبا، فأنا هنا أستطيع أن أعرف أن محمد وصل قبل مهند. محمد وصل ثم مهند، وبالتالي هنالك أيضا ترتيب، إلا أن في هذه الجملة تراخي. ماذا تعني كلمة تراخي؟ كلمة تراخي تعني بأن بين محمد ومهند في الوصول فاصل زمني طويل، فقد يكون وصل محمد إلى خط النهاية ثم استراح قليلا، بعده وصل مهند، فبالتالي نستخدم حرف العطف ثم الذي يفيد الترتيب والتراخي. إذن نعيد بشكل سريع على معاني حروف العطف. الواو يفيد المشاركة فقط دون وجود أي ترتيب. الفاء يفيد المشاركة مع الترتيب والتعقيب، وقلنا بأن معنى كلمة التعقيب أنه ليس هنالك فاصل زمني طويل، أي بعد بعضهما مباشرة. أما ثم فهي تفيد المشاركة مع الترتيب والتراخي، وقلنا بأن معنى كلمة تراخي هو أن يوجد فاصل زمني طويل. ننتقل إلى الكتاب. لاحظ هذا المثال، أتقن النجار والحداد عملهما. أتقن هنا جملة، أو عفوا هذه الجملة جملة فعلية، لأنها بدأت بالفعل أتقن، والجملة إذا بدأت بفعل فهي جملة فعلية. أتقن النجار والحداد عملهما. النجار هنا اسم يدل على من فعل الفعل فهو الفاعل، ويسمى المعطوف عليه كما أخذنا قبل قليل، ومع التدريب بإذن الله سوف يصبح استخراج المعطوف والمعطوف عليه أمرا سهلا عليكم. النجار هو هنا فاعل ولكنه أيضا معطوف عليه. لاحظ أن النجار هنا ليس وحده من أتقن عمله، وإنما شاركه في إتقان العمل شخص آخر. من هو؟ إنه الحداد.
إنه الحداد. فكليهما اشتركا في إتقان العمل، النجار أتقن عمله وكذلك الحداد أتقن عمله. وبالتالي قمنا باستخدام حرف العطف الواو من أجل أن نختصر في الجمل، فأصبح الحداد معطوفا على النجار يشاركه في نفس الفعل. لاحظ الواو هنا حرف العطف الذي يدل على المشاركة ويسمى حرف العطف. الحداد اسم يدل على من شارك النجار في إتقان العمل وهو يسمى المعطوف. بشكل أوضح وأسرع نقول بأن ما سبق حرف العطف هو المعطوف عليه، وما جاء بعد حرف العطف هو المعطوف. أثبت تعلمي السابق، أثبت ما تعلمناه سابقا. أساعد نورة في إكمال الجملة بالحرف الناقص كما تعلمت سابقا. أحب الفاكهة فراغ الخضروات. رمى اللاعب الكرة فراغ أمسكها الحارس. يذهب خالد إلى المدرسة فراغ النادي. أريد أن أضع حروف العطف الثلاثة بمعانيها في أماكنها الصحيحة. أنا أحب الفاكهة والخضروات، أحسنتم، فأنا هنا سوف أضع حرف الواو الذي يفيد المشاركة فقط. أنا أستطيع أن أقول أنني أحب الخضروات والفواكه وتصبح الجملة كما هي صحيحة دون أي تغيير. رمى اللاعب الكرة فراغ أمسكها الحارس. عندما رمى اللاعب الكرة مباشرة أمسكها الحارس، ماذا نضع هنا في هذا الفراغ؟ أحسنتم، سوف نضع حرف الفاء الذي يفيد المشاركة والتعقيب. ممتازين، المشاركة والتعقيب. فأنا أقول رمى اللاعب الكرة فأمسكها مباشرة الحارس، ولا يمكن أن تكون هذه الجملة صحيحة لو استخدمت حرف الواو، لأنه لو قلت رمى اللاعب الكرة وأمسكها الحارس فأنا هنا لا أعلم هل هو الحارس أمسك الكرة قبل أن يرميها اللاعب، لن يستقيم المعنى. يذهب خالد إلى المدرسة فراغ النادي، هو يذهب إلى المدرسة، بعدها يعود إلى المنزل، يستريح قليلا، يتناول الغداء، بعد صلاة العصر يذهب إلى النادي. هذا الزمن الذي بقيه خالد منذ عودته من المدرسة حتى ذهابه إلى النادي هذا وقت زمني طويل، نستخدم معه حرف العطف ثم الذي يفيد التراخي. أحسنتم، فنقول يذهب خالد إلى المدرسة ثم النادي. تسمى هذه الحروف حروف العطف، تسمى هذه الحروف حروف العطف. هيا بنا نبني تعلمنا الجديد. من الحروف العطف الواو والفاء وثم كما ذكرنا سابقا. الواو تدل على المشاركة، الفاء تدل على المشاركة مع الترتيب والتعقيب، وثم تدل على المشاركة مع الترتيب والتراخي. انظر إلى هذا المثال، وأنا أجد في هذا المثال خطأ مطبعيا أتمنى منكم استخراجه. يقول كتب الطلاب الأمثلة ثم القاعدة. كتب الطلاب الأمثلة ثم القاعدة. هو هنا أشار بسهم من ثم، أشار بسهم من ثم بأنه حرف العطف، وهذا صحيح. ما جاء قبل حرف العطف كما قلنا هو المعطوف عليه، وما جاء بعد حرف العطف هو المعطوف. هو هنا وضع السهم
تحت كلمة الطلاب، وهذا خاطئ. إنما المعطوف عليه هو الأمثلة. ما هو أو ما هما الشيئان اللذان اشتركا في فعل واحد؟ ماذا كتب الطلاب؟ كتبوا ماذا؟ كتبوا الأمثلة والقاعدة. كتبوا الأمثلة والقاعدة. إذن القاعدة هنا معطوفة على الأمثلة، معطوفة على الأمثلة. يتبع المعطوف المعطوف عليه في الحالة الإعرابية كما ذكرنا في بداية شرحنا للدرس. فعندما تلاحظ كلمة الطلاب هنا جاءت فاعلا مرفوعا، علامة رفعه الضمة، الأمثلة مفعولا به منصوب، علامة نصبه الفتحة. لاحظ المعطوف عليه أيضا جاء المعطوف جاء منصوبا وعلامة نصبه الفتحة. يعني هذا الشيء يؤكد لنا بأن إجابتنا للأمثلة بأنها هي المعطوف عليه إجابة صحيحة، لأنه لو كان عطف القاعدة على الطلاب فإنها لن توافقها في الحالة الإعرابية. الطلاب مرفوع والقاعدة منصوبة، وهنا اختلاف في الحالة الإعرابية، وبالتالي لا يمكن أن يكون الطلاب هو المعطوف عليه. نكمل الجدول الآتي وأحدد فيه ما يلي: حروف العطف والمعطوف والمعطوف عليه، ثم أبين نوع المعطوف من حيث الإفراد والتثنية والجمع. ننظر إلى الأمثلة بشكل سريع. يجتهد العلماء والأطباء في أبحاثهم. أنا دائما أقول إذا اختلف عليك فهمك للمعطوف والمعطوف عليه ولم تستطيع أن تحددهما جيدا، اذهب مباشرة إلى حرف العطف، اذهب مباشرة إلى حرف العطف. يجتهد العلماء والأطباء في أبحاثهم، أين حرف العطف؟ الواو. ما جاء بعده هو المعطوف، الأطباء. أحسنتم، الأطباء هنا معطوفة على من؟ من الذي اشترك مع الأطباء في الأبحاث؟ من؟ إنهم العلماء. إذن العلماء معطوف عليه. لو اتبعت هذه الطريقة في استخراجك للمعطوف والمعطوف عليه وحرف العطف فإنك ستجيب إجابة صحيحة. كان الشاب طفلا ثم صبيا، أين حرف العطف؟ أين حرف العطف؟ أحسنتم، إن حرف العطف هو ثم، إن حرف العطف هو ثم. أين المعطوف الذي جاء بعده مباشرة؟ مباشرة بدون أي تفكير. صبيا. أحسنتم، من الذي شارك الصبي في هذا الشاب، في حياة هذا الشاب؟ كان صبيا، وأيضا ماذا كان قبل أن يكون صبيا؟ طفلا. صبيا هنا ما نوعها؟ هل هي مفرد؟ هل هي جمع تكسير؟ هل هي جمع مؤنث سالم؟ ما نوع هذه الكلمة؟ أحسنتم، نوعها مفرد. نوعها مفرد. تصدق الغني على الطفلين والرجلين. تصدق الغني على الطفلين والرجلين، أين حرف العطف؟ ممتاز، الواو. أين المعطوف عليه؟ ما جاء بعده مباشرة الذي هو الرجلين. الرجلين عطف على من؟ عطف على الذي جاء قبل حرف العطف وهو الطفلين. الطفلين. ما نوع الرجلين؟ مفرد، مثنى، جمع؟ وبين نوع الجمع إن كان جمعا. الرجلين. أحسنتما،
أو أحسنتم عفوا مثنى مثنى تحدث في اللقاء رئيس المنظمة فالمهتمون بالاختراعات. أين حرف العطف؟ أحسنتم الفاء. المعطوف المهتمون. المهتمون هنا عطفت على من؟ من الذي شارك المهتمون في الحديث أثناء اللقاء؟ من الذي شاركه؟ هل هي المنظمة أم رئيس المنظمة؟ من الذي شاركهم؟ أحسنتم، إنه رئيس المنظمة. فالمهتمون هنا عائدة على رئيس، وبالتالي رئيس هو المعطوف عليه. نوع المعطوف هنا جمع، من أي أنواع الجمع؟ مذكر سالم، جمع مذكر سالم. على الناس جميعهم أن يعرفوا حقوقهم ثم مسؤولياتهم. أين حرف العطف؟ ثم. ممتازين. المعطوف عليه مسؤولياتهم. نوعه جمع مؤنث سالم. المعطوف عليه حقوقهم. كان فواز جالسا إلى العشاء يتحدث. كان فواز جالسا على العشاء أو إلى العشاء يتحدث إلى إخوته وأبي. حرف العطف الواو. المعطوف أبيه لأنه جاء بعد حرف العطف. المعطوف عليه إخوته. نوع أبيه من أنواع الاسم. نوعه اسم من الأسماء الخمسة. نوعه اسم من الأسماء الخمسة. وفي نهاية هذا التدريب نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. نكمل في درس قادم بمشيئة الله. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وتذكروا بأن الوقاية خير من العلاج، والسلام عليكم.